نكمل مع التمرين 3. احسب الجذر المربع لكل من الأعداد التالية. عندنا أول عدد 16، جذر 16 تساوي 4 في 4، إذا تساوي 4 أس 2. غتولي عندنا جذر 4 أس 2. الأس غيحيد لنا الجذر، النتيجة غتبقى عندنا 4. العدد الموالي اللي عندنا 121، جذر 121 يساوي 121 تساوي 11 في 11، إذا غيولي عندنا النتيجة جذر 11 أس 2. الأس غيحيد لنا الجذر، غتبقى عندنا النتيجة 11. العدد الموالي اللي عندنا 0.64، جذر 0.64 يساوي جذر 0.64 تساوي 0.8 في 0.8، إذا غيولي عندنا جذر 0.8 أس 2. الأس غيحيد لنا الجذر، غتبقى عندنا 0.8. العدد الموالي اللي عندنا 9/4، جذر 9/4 تساوي جذر 9/4، 9 تساوي 3 في 3، إذا تساوي جذر 3 أس 2، 4 تساوي 2 في 2، إذا تساوي جذر 2 أس 2. الأس غيحيد لنا هذا الجذر، غتبقى عندنا 3. الأس اللي عندنا في المقام ديال 2 غيحيد لنا الجذر، غتبقى عندنا 2، إذا النتيجة 3/2. العدد الموالي اللي عندنا ناقص 3، الكل أس 2، إذا جذر ناقص 3 أس 2، ناقص 3 أس 2 تساوي ناقص 3 في ناقص 3، إذا غتكون كتساوينا 9. ناقص 3 أس 2 تساوي ناقص 3 في ناقص 3 تساوي 9، جذر ديال 9 يساوي جذر 3 أس 2. الأس غيحيد لنا الجذر، النتيجة غتبقى عندنا 3. العدد الموالي اللي عندنا 11 أس 2، جذر 11 أس 2، الأس غيحيد لنا الجذر، النتيجة غتبقى عندنا 11. العدد الموالي اللي عندنا 10 أس 4، جذر 10 أس 4، 10 أس 4 تساوي 10 أس 2، الكل أس 2، إذا غتولي عندنا 10 أس 2، الكل أس 2. هاد الأس هذا غيحيد لنا الجذر، إذا النتيجة غتبقى 10 أس 2، 10 أس 2 تساوي 10 في 10 تساوي 100. التعبير الموالي اللي عندنا 10 أس ناقص 6، جذر 10 أس ناقص 6 تساوي ناقص 6، راه تساوي ناقص 3 في 2، إذا غتكون عندنا 10 أس ناقص 3، الكل أس 2. الأس غيحيد لنا الجذر، النتيجة غتبقى عندنا 10 أس ناقص 3. آخر تعبير عندنا في التمرين 0.0004، جذر ديال 0.0004 تساوي 0.02، الكل أس 2. الأس غيحيد لنا الجذر، غتبقى عندنا النتيجة 0.02.